في ذات الشأن، شهد ميدان الشهيد حسن جاموسة مدينة آتي البطحة مناسبة تقديم مساعدات غذائية لسكان إقليم البطحة من قبل مؤسسة القلب الكبير لسيدتي الأولى. كان ذلك بحضور وزير التدريب المهني أدم دانغاي نكور وحاكم إقليم البطحة جان برنار بداري. تقرير زميل أدم حنفي فاضل. ضمن جولاتها الخيرية في أرجاء البلاد، وصلت مؤسسة القلب الكبير إلى مدينة آتية حاضرة إقليم البطحاء، وكان عطاؤها من نوع آخر بخلاف ما كان في بعض المدن والقرى كالفحوصات الطبية والعمليات الجراحية وخاصة جراحة العيون. هنا كان نصيب المواطنين من الهدايا والعطايا بمختلف أنواعه، وتتمثل المساعدات التي قدمتها مؤسسة القلب الكبير في 900 لكل من جوال أرز وسكر وغلال، وكذا 300 باقات زيت، بالإضافة إلى لوحة طاقة شمسية ومستلزمات أخرى، بحيث توزع لوحات الطاقة الشمسية إلى مختلف المراكز الصعبة بالمقاطعات الثلاث، وهي البطحاء الغربية والبطحاء الشرقية والفتري، كما أن نصيب كل مقاطعة من المواد الاستهلاكية هو 100 جوال من كل صنف. ممثل سيدة البلاد الأولى ورئيس الوفد جان بول أشاد بالترحيب الكبير لسكان الإقليم، وقال إن صاحبة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو قدمت هذه الهدايا لسكان الإقليم لتعينهم خلال شهر رمضان الكريم. أما حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري أشاد إلى هذه اللفتة الكريمة من مؤسسة القلب الكبير وسيدة البلاد الأولى، وقال إنها جاءت في الوقت المناسب لأن شهر رمضان الكريم على الأبواب مقتربا، مقدما شكره لسيدة البلاد وجميع أعضاء مؤسسة القلب الكبير. وفي نهاية المناسبة سلم رسميا رئيس الوفد إلى حاكم الإقليم كل المساعدات بأنواعها، كما سلم الحاكم بدوره حصة كل مقاطعة إلى المحافظين الثلاث، آذنا بتوزيعها إلى المستضعفين من المواطنين. إلى إقليم شاريبا قرمي، حيث أطلق حاكم شاريبا قرمي داود كنيفور بقرية كرانك عملية توزيع الناموسيات المعقمة لصالح سكان الإقليم، وذلك بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والشيوخ التقليديين. تقرير عبد الرحمن آدم رحمة. على ضوء مسائي الحكومة الرامية إلى مكافحة مرض الملاريا ودهر انتشاره في أواسط المجتمع التشادي، ونتيجة للجهود التي كرستها وزارة الصحة العامة وشركائها المانهين بشكل يومي في محاربة هذا المرض الخطير، فقد أطلق حاكم إقليم شاريبا قرمي داود كنيفور عملية توزيع الناموسيات المعقمة بقرية كرنك الواقعة على بعد 25 كيلومتر من حاضرة الإقليم مدينة ماسينيا. هذا وقد تخللت مناسبة توزيع الناموسيات المعقمة عدة مداخلات، منها كلمة مندوب وزارة الصحة العامة بإقليم شاريبا قرمي الدكتور يوسف محمد صالح ورئيس مركز إداري مدينة ماسينيا، حيث أوضح لسكان قرية كرنك أن الدواعي من توزيع الناموسيات المعقمة، كما أضاف بأن الإحصائية الصحية للإقليم في العام المنصرم أكدت بأنه أكثر من 30% من موت السكان في إقليم شاريبا قرمي جاء نتيجة لتهاون الناس بمرض الملاريا، الأمر الذي تطلب تدخل الحكومة بتوزيع هذه الناموسيات. حاكم إقليم شاريبا قرمي في كلمته بهذه المناسبة فقد ثمن على هذه البوادر الإيجابية، كما طلب من السكان على الاهتمام بالناموسيات التي وزعت لهم تفاديا لخطر المرض. عشان داني دور السناقي ده كان أنطوك اليوم ده السناقي ده مثل ده كان قاعد الصغير ده خلوه داخل، انت الكبير كان قاعد تحاهي للساق نوم ما سوا كله أقول هاي، لكن الصخير ده دسوه فوقه وانتو كله خلاص كان شغل تخدمه ما في ايده ده أدخله فوق. هي البعوضة دي التنت البالي دي الملاريا بقول ليه ده هي ترى ما عندها حركة، كان طائرة ده ما عندها حركة، دي قلت أوي دي ساكت ديك ما عندها خطورة، وبالتالي التسعي البالي دي مثل دكتور جبل أورال هي انتهي. مشددا الحاكم في كلمته على عدم بيء الناموسيات بطريقة غير قانونية. أسمع زين الآفة ما عندها تم ولا نادم، أنا لبتان ولا نادم الساكت خدامي أنا لبتان كله خليه سموني أدين الحكومة تجري جاي تجري جاي تجري جاي تفتش وتجيب تدور الشعب يقول آفة جسم يقول آفة أين آفة رجلين آفة شنو آفة عشان يشيل نفسك عن شر يخدم أنت كمان تجي تقول تمشي تساويك. وعلى حسب المصادر فإن حملة توزيع الناموسيات المعقمة ستتواصل في بقية الأقاليم الأخرى حتى تكون البلاد خالية من مرض الملاريا الفتاك.